يونس صاحب العشر سنوات والذي ينحدر من بلدية مسعد، ها هو يستعد لخوض هذا السباق وكله أمل في الفوز، لحظات وتعلن النتائج، وفعلا تحصل يونس على المرتبة الأولى ضمن المهرجان الولائي للسباحة. بحمد الله حصلت على المرتبة الأولى في 50 متر، وهذا بفضل مدربتي ومدربيني. وادعو جميع الأطفال بأن ينخرطوا في السباحة. أتيت اليوم لكي شاركت في المسابقة وحصلت على المرتبة الأولى. التتويجات بست ميداليات إن شاء الله، والعقوبة إن شاء الله المسابقات الوطنية إن شاء الله. هذا المهرجان الذي احتضنه المسبح الأولمبي بالجلفة عرف مشاركة سباحين من مختلف الفئات، تخلله كأس الولاية في هذا الاختصاص. اليوم المفتوح للسباحة فيه مرحلتين، المرحلة الأولى فترة الأولى كمهرجان للسباحة لأصناف المدارس والكتاكيت، والفترة الثانية كأس الولاية اللي فيها ثلاث أصناف هما الأصغر والأواسط والأكابر. هذا اليوم يعني تكميلة لنشاطات الرابطة الولائية للسباحة كآخر إن شاء الله نشاط في الموسم الرياضي. نشكر الرابطة على تنظيم هذه المسابقة التي تدخل في البطولة الولائية وكأس الولاية، تنظيم محكم تاع العامين ثاني ما الله يبارك، كما ثاني التحكيم جد وجيد. يهدف هذا المهرجان الذي نظمته رابطة السباحة لتشجيع واكتشاف المواهب كحال يونس الذي يأمل أن يمثل الولاية في المحافل الوطنية.